السلام عليكم. بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري إلى لندن بإنجلترا، إذن تم مؤخرا اتفاق يعني استراتيجي واتفاق تاريخي ما بين الجزائر وبريطانيا ليسمح بإلغاء كل يعني الحقوق الجمركية وتحرير السوق للمنتجات الجزائرية لأكثر من 300 منتوج جزائري سوف يتم يعني الطريق لها مفتوح للتصدير نحو بريطانيا بعد رفع كل العقبات الجمركية، وهذه داخل في إطار السياسة الخارجية تاع بريطانيا اللي يعني أن انفصلت عن الاتحاد الأوروبي، والآن بعد المشاكل الكبيرة تاع الاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي واللي الجزائر طالبت بإعادة النظر فيه، واللي كان يعني يخدم أكثر المصالح الأوروبية في عهد العصابة اللي كانت لا تخدم المصالح الجزائرية وتفكر دائما في مصالحها الخاصة، دارت اتفاقيات غير مفيدة للجزائر. والآن عندما بدينا في العهد من العهدة الجديدة هذه يعني مع الرئيس الجديد هذا، طالبت الجزائر بتغيير ومراجعة كل اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه كل هذه الطلبات الجزائرية إلى حد الساعة لم تلقى يعني الأذان الساغية. إذا توجهت الجزائر لبريطانيا يعني إعادة علاقتها والشراكة مع بريطانيا، وتكللت بنجاح حيث أن الآن اتفقت البلدين الجزائر وبريطانيا لسماح بكل المنتوجات الجزائرية للتصدير نحو بريطانيا، واللي تم يعني اتفاق على 300 منتوج جزائري في جميع الميادين، يعني من الفواكه والخضروات والمنتجات البترولية والمنتجات الفوسفاتية والحديد وكذلك الغاز والبترول وكذلك الإسمنت وكل ما هي قابلة للتصدير. فإذا كافي اتفاق لتسهيل الولوج للأسواق البريطانية، هذا شيء إيجابي إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.